متحمسة للعمق اللي في الشخصية، كنت متحمسة لاختلاف الشخصية. هو مفهوش حزن شفيف. انا راجل مخرج بفهم في التمثيل، انا عندي اداء ممثلين على مستوى من اعلى مستويات التمثيل في السينما المصريه. الشخصيتين اللي بيعملهم صديقي احمد السقا والشخصيه اللي انا بعملها، الاثنين بيعبروا عن حاجتين غير بعض. واللي قالته بعد كده زي يعني حتى بتقوله ده بيدل على غيره يعني انسويه لا اكتر من حقها. تقول احمد لما عرض عليك حب قال لك ايه؟ قال لي ما خطيبك بيت لما بنتك او ابنك بيعمل حاجه مش ممكن تروح جايب الشومه وهبشها في دماغك.